الحمد لله لقينا اوتو ستوب ما كامل حسيت باش تقع يا اخي. يلا سيدي نفرض كان يكيب ريكوردينغ ام غانا تيك ذا لاجج ام ريكوردينغ ام ريكوردينغ ناو. السلام عليكم. احنا مغادرين ان شاء الله نومبان، ان شاء الله ناوي غادي نتوجهوا للجنوب ديال كمبوديا. غادي نمشيو اما لواحد مدينه سميتها شيهانوكفيل ولا واحد مدينه سميتها كامبوت. المهم احنا مع اوتو ستوب. What do we need? 3000 ريال. اوكي. ان كامبوت بعيده على شيهانوكفيل. شيهانوكفيل تقريبا شي 150 كيلومتر. كامبوت قول شي 190 نو ثانك يو 190 كيلومتر. ان شاء الله نتوكلوا على الله. غادي نمشيو بعدا نفطروا ديك الساعه غادي نديروا اوتو ستوب. يلا غادي نفطروا في هاد البلاصه هادي. يلا شرينا شي حاجه نشربوها ونسيب لنا سالي. عرفتي واحد المشكله اللي كاين هنايا، كما قلت لك كاين العمله اللي تستعمل هنا، تستعمل الدولار ولا تستعمل الريال الكمبودي، وممكن تستعمل الباص التايلاندي، يعني ثلاث عملات ممكن تستعملهم. دابا المشكل خايب هو انك ممكن تعطي الانسان واحد الدولار ويرجع لك الصرف بالريال. راه حنا كما كنعرفوا الاقتصاد ديال الدولار، مره طالع مره هابط، مره طالع مره هابط على حساب. يعني الا خسرتي الدولار ولا بقيتي تخسر الدولار راه غادي تخسر نتايا شخصيا. انا خاسر، لان ملي كتمشي انت للبيش كتاخذ دولار ملي تتصرف لاخر تعطيك الريال الكمبودي، وبعض المرات تيشاد لك الريال الكمبودي وتخرج من البلاد ويبقى عندك الريال الكمبودي وما يبغيك حتى واحد يصرفو لك، يعني مشكل. حنا قررنا نبقى نخلصو بالريال الكمبودي، يعني تمشي للكيش تجبد الريال الكمبودي وتخلص. ولكن المشكل راك تعطي ملي تمشي للكيش متبغيش يعطوك الريال الكمبودي، تعطوك الدولار، الدولار تيحسبوه لك، ولا كان الدولار طايح تعطوك الريال الكمبودي. شتي على القوال ديال الاقتصاد في البلاد كي دايره؟ يعني انت راك خاسر خاسر 80% 90% راك انت خاسر. اكسكيوز مي. Hello. Where you want to go? Excuse me. This bus is going to Chom Chau. Chom Chau or this? Chom Chau. 48. Yeah. This one? 48. 48. Number? 48. Yeah. Oh, yeah, this one. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. No, no, no. Thank you. Oh, thank you. Where did you go? Chom Chau. Oh, okay. This one? Thank you. إن شاء الله غادي نشدو الطوبيس لواحد لواحد التيت فيلا سميتو تشوم تشاو. تشوم تشاو غادي نديرو اوتو ستوب. المسافة من هنايا لهاد تشوم تشاو مسافة ديال 5 كيلومتر 5 كيلومتر. غادي نمشيو لهاد الطوبيس ديال المدينة ونعمها رخيص. إلا بغيتي تاخد توك غالي بزاف، ومن تما غادي نتوكلو على الله وغادي نديرو اوتو ستوب. بزاف ديال الناس بقا يسولو الوالي من فين المعلومة، كيفاش كدا كدا كدا. راه كلشي خصك غير تقلب تقرا، تقلب وتقرا غادي تخرج واحد النتيجة. راني ديجا قلت لك غادي تقلب، كاين واحد الموقع سميتو هيت شوي، هيت شوي كيوريك كلشي. على قلت هو الكايد ديال الهيتش هايك، يعني هو الكيد ديال الاوتو ستوب، تلقى فيه كلشي. مثلا دير مدينة بغيت تمشي من مثلا حنايا في مثلا حنايا في هاد المدينة مثلا في العاصمة نومبان، نومبان مثلا غادي نمشي لكامفورت، تدير مثلا لومبان كامفورت تعطيك غايد شنو دير شنو دير، تجيب طوبيس من الطوبيس تخرج، يعني تعطيك هذاك الشيء. خاصك غير تقول لي غير اللغة الإنجليزية غتقرا غادي تفهم. شي بلاصه فيها الظل اللي الريح فيها غادي نكتبوا البلاكه
نمشيو للكامبوت باذن الله. هذه الطريق ديال الكامبوت شي هانو كفي الطريق ديال من ديك الشيها. اه دير ليه اجي زاد ايتليه اه بحال الزيتون زعما عارف شنو هي. نو نو دير شيلز شيلز نقلبوا على شي بلاصه ونكتبوا البلاك باذن الله. عرفتي الطاكسيات الكبار هنايا شنو عندهم؟ عندهم واحد النوع ديال الطاكسي تويوتا تسمى تويوتا كاماري. هما تيديروا طاكسي كبير بحال حنا في المغرب عندنا طاكسي 240 مرسيدس ودابا راه بدلوهم داروا داسيا الكبار. عرفتي الطاكسي عندهم شحال تهز من واحد؟ اللور تهز 6 والقدام تهز 3 وبعد مرات 4 اللور 6 والقدام بعد مرات تهز 3 حتى 4. الحمد لله لقينا اوتو ستوب ما كامل حتى جوج دقائق. كان يو كيب ريكوردينغ؟ ام غانا تيك ذا لاجج. ام ريكوردينغ. ام ريكوردينغ ناو. انا سيت ان ذا فرونت. اوكي غتخوت يا ثانك يو اكون لو انا انا thank you so much. Take care of my bag and then I will take the backpacks. Any questions you can contact me. Oh, thank you so much. Thank you. Okay. Ah, God. Thank you. Bye. هاد لقينا واحد الجيست هاوس غادي نجلسو فيه. طلبونا 8 دولار لكن حنايا غادي نحاولوا نشطروا معاهم نهزوا عليهم 6 دولار ديك الساعه نشوفوا لان هاد البلاصه اللي قريبه للبحر راه هو قدامنا تيبان لك. ولا بغيتي تمشي خارج على البحر غادي كاين تلقى بلاصه 6 دولار 5 دولار ولكن غادي تبقى تم غادي يجي في الترونسبور. نشوفوا دابا لا بغاي تم معنا في الثمن نقصوا شويه. Where is the owner? Can we? Excuse me. Yes, follow her. Yeah, where? Excuse me. How much is the price? He said. $8. Can you make it less? We're gonna say maybe two nights or three nights. $7. We're gonna pay you $6. No. We're gonna say maybe two nights, three nights. No. Maybe longer if we like it. No. Oh, six is a good price. You make us very happy. So you can only spend. Sorry? $7. Okay, we're gonna say. Thank you. Thank you. Shall we? Make it six for her. Just for her. Look, she's crying. Sorry, cannot because the owner. Oh yeah. So what din can I? That's good. Good for you. I can. Thank you. Yeah. I can. Palm by Bona. Palm by Bona. Have you been to me? Yeah. Okay. What? Look, yeah.
اكون هاد المدينه هادي سميتها كيب. حنا كنا غادي للكامبوت ولكن هاد كيب جات في الطريق، يعني كامبوت بعيد علينا ب 30 كيلومتر. المدينه جات على البحر. هاز تشوف نشوفك ليه واش زيد البحر زوين. هانت هادي هي كيب بالليل. شوف الفرق بيناتها وبينات نومبون العاصمة كيغاستا. هنايا الكالم بلاصة صغيرة بزاف، عندك البحر في هاد الجهة، هنا كاينين المطاعم إلا بغيتي تاكل شي حاجة. واخا شوية الأثمنة مرتفعة شوية مقارنة مع البلايص الأخرين، مثلا البلايص الأخرين خصك تاكل شي حاجة تاكلها بدولار دولار فاصل 25، هنا كاين 2 دولار، 2.5 دولار حتى 7 دولار. هنا الناس يديرو باربيكيو، تديرو بحال بيكنيك قدام البحر، تتكري هاد البلاصة هادي اللي بغيتي. كان هذا هو الفلوق ديال اليوم كما شفتوا. يلا وصلنا لمدينة كيب. كيب راه كما قلت سرعة واحد فيلا صغير، غنجلسو فيه يومين هادشي اللي دايرين بإذن الله، وغادي نمشيو الكامبوت ولا شي هونيك فيهم. غنكتاشفو هاد كيب، غنكتاشفو غدا إن شاء الله مزيان بالنهار، وغادي نمشيو للبحر نعومو بإذن الله ونشوفوها أكثر. راه الوقت تيجري بزاف بزاف في كمبوديا، لان ما غاديش نكملو فيها 30 يوم، خصنا ضروري نرجعو لتايلاند. مور تايلاند غادي نشدو الطياره واحد وجهه اخرى باذن الله. يعني داكشي علاش نجريو ها يومين نجلسو يومين وتحرك يومين وتحرك، او راك عارف تاخد داك الوقت بزاف. وسيرتو عاوتاني تبغي نقد فيديو، تبغي نبارطاجي، تنعتذر الا ما كنتش نبارطاجي يوميا، لان راه كما قلت راه بعض المرات تلقى المشكله في الانترنت، بعض المرات جري جري جري، هاد المرة تفكر هاد خصك تأشير إلى ديك البلاد. المهم الحمد لله غادي ميسرين، الحمد لله ملي مازال عندنا الصحيحة ديالنا، هذا هو الخير كامل. شكرا لكم بزاف، شكرا على التعليقات ديالكم كاملين. نتجاوبو في فلوق الجاي بإذن الله. السلام عليكم.